معي عبر الهاتف الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية. دكتور جمال، هذه دعوة من المستشار الألماني أولاف شولتز للرئيس السيسي لزيارة برلين، إلى أي مدى تترجم استمرار النهج الألماني في التعاون مع مصر؟ طبعا يعني نحن نتحدث عن دولة قائدة في الاتحاد الأوروبي، ودولة أيضا قائدة ورائدة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نحن نتحدث عن تعاون او نموذج للتعاون المثمر بين الدولتين، لكن طبعا هذه الزياره بتاتي لها خصوصيه، وخاصه ان هذه الزياره يعني بتاتي في اطار حوار المناخ الذي تعقده المانيا في برلين، وهذا الحوار طبعا يعني هو بيعقد سنويا في المانيا بمشاركه مع الدوله التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية. هذا الحوار أيضا يسبق، أو هذا المؤتمر الذي سوف ترأسه مصر وألمانيا مشاركة معهما، والدولتين مشاركة سوف يرأسه هذا المؤتمر، وسيحضره وفود 40 دولة. هذا المؤتمر يسبق مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم، فبالتالي هناك تشاورات. أضيف إلى ذلك أن هناك قضايا مشتركة سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بين مصر وبين ألمانيا. هناك تعاون في مجالات عدة على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي هناك علاقات وثيقة بين الدولتين في معظم القضايا، هناك يكاد يكون تشابه أو تطابق في وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية. نعم، فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية، يعني الرئاسة المشتركة لحوار بيترسبرغ للمناخ، إلى أي مدى يسهم في التنسيق المصري الألماني تحضيرا لقمة المناخ القادمة، ومن ثم حرص الرئيس السيسي على إيصال صوت الدول النامية إلى الدول الكبرى، خاصة فيما يتعلق بمسؤولياتها عن التغيرات المناخية؟ هو بيعتبر مؤتمر تمهيدي لهذا المؤتمر الذي سوف يعقد في شرم الشيخ، ومن المعتاد ان يجرى هذا المؤتمر سنويا بالنسبه في المانيا مع الدوله التي سوف يعقد فيها المؤتمر، فبالتالي طبعا هنا المهم قد يناقش بعض القضايا التي سوف يعني ستناقش بشكل اوسع في مؤتمر قمه شرم الشيخ. نعم، طيب إذا ما نظرنا إلى التعاون المصري الألماني مؤخرا وهو مرتبط بهذه القضية، قضية التغيرات المناخية، هناك مشروعات مشتركة خاصة بالهيدروجين الأخضر، أيضا القطار الكهربائي السريع صديق للبيئة، هذه أيضا نوع من أنواع التمهيد لما يحتاج العالم الآن من مشروعات صديقة للبيئة دعما لملف التغيرات المناخية. بلا شك ألمانيا دولة متقدمة في الصناعات التكنولوجية والصناعات التي تعتمد على الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين ومثل الكهرباء، فبالتالي كان من المفضل لمصر أن تلجأ إلى الدول الرائدة في هذا المجال، وألمانيا على رأس هذه الدول سواء ألمانيا أو اليابان. نعم، مصر وألمانيا أيضا تجمعهما شراكة كبيرة وواضحة مع أوروبا ومع القارة الأفريقية، في رأيك إلى أي مدى هذا يدعم هذا الملف على المستوى الأفريقي سواء على مستوى التغيرات المناخية أو حتى على المستوى الاقتصادي؟ مصر دولة أفرو آسيوية ولديها أقدام راسخة بالنسبة لأفريقيا، ولديها علاقات متميزة مع دول القارة الأفريقية، وكذلك ألمانيا بالنسبة دولة رائدة في دول الاتحاد الأوروبي، فبالتالي هذا من شأنه أن يعني يعزز التعاون الأوروبي الأفريقي أو الأفرو أوروبي بين يعني مختلف البلدان، ولا سيما يعني هناك مؤتمرات وبتعقد بين الدول الغربية ودول القارة الأفريقية في هذا المجال. نعم، التنسيق فيما يتعلق بالقضايا السياسية محل الاهتمام المشترك أيضا هو مهم، هل ترى أنه سيكون جانبا من هذه الزيارة أم سيتم تسليط الضوء بشكل رئيسي على ملف واحد فقط وهو ملف التغيرات المناخية؟ لا، أنا أعتقد على مستوى اللقاء الثنائي الذي سوف يعقد بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشار الألماني أولاف شولتز سوف يتم تناول بعض القضايا
السياسية والقضايا الأمنية، لكن على مستوى يعني الحوار حوار بيترسبورغ سوف يتم تناول قضايا المناخ فقط. أشكرك دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية والاقتصادية.